أولية للأحداث اللي صارت. مانيش باش نحلوا لأن مانيش محامين سياسيين، كل واحد وخدمته، كل واحد يعمل اللي يقول. أما في قراءة أولية للأحداث، بخلاف الشيء اللي صار بعد 14 جانب من الأحداث الجسدية اللي صارت ضد فنانين، أنا باش نتكلم مع الفنانين، مانيش باش نتكلم على الثقافة والمثقفين ككل، باش نتكلم خاصة على الفنانين. عدة أحداث صارت وتتذكروا، لكن الأحداث اللي باش نقف عليهم هما أحداث 25 مارس والتساؤل معناتها. الأحداث هذوما جاو بعد الانترفيو اللي عطاها وزير الداخلية لصحيفة الفنون، وجات قبل ما حركة النهضة تقرر أنها تستغنى عن الشريعة في الفصل الأول. واللي صار بعد 25 مارس شنو اللي صار؟ منعت المظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة ونعرفوا شو صار بعد. الحدث الثاني هو الشيء اللي صار في الكاف، اللي هو جاء في نفس الوقت مع محاكمة فيما يسمى عند قضية شهداء وجرحى الثورة. والأحداث نتاع الأسبوع الأخير جات بعد تصريحات الظواهري، بل أنا نحطها لكن كل واحد يقرأ كما يقول، وبدأت قيد السكسي، وخاصة في محاكمة شهداء قضية شهداء الثورة في القصري وتالا والشادي والأحكام اللي صدرت من بعد. وكل ما كل ما خلي كملوا للفطور تاعهم بعض. ومن نهار الاول لاحظنا اللي الفنانين كانوا طعم كبش الحيه يستعملوه في حسابات سياسيه. ما نعرفوش شنو هي الصفقه اللي صارت هاليامات، لكن احنا كفنانين يظل يلزمنا نرفضوا ان نكونوا كبش الحيه. الشيء اللي صار يقدموه كانه معرض العبقريه هو السبب الاساسي في كل الاعمال اللي صارت. ونعرفوا هذا باش نبينوه من بعد، باش يبينوه جماعه باش يبينوا اللي الشيء هذا يظهر لي توا ظهر لي كاشف اللي هو ما عندوش العلاقه الجذريه اللي هما يحبوها. ثانيا جواب لبعض التصريحات السياسيه وحتى في بعض الصحف، خاصة معناتها الكلمة والموقف نتاع وزير الثقافة، كيف يحكيو على الناس هذوما الكل يحكيو على التعدي على المقدسات. السؤال هنا ما معنى تعدي؟ ما معنى تعدي؟ وما معنى مقدسات؟ التعدي حسب رأيي نجم يجي من ما عرفش نمشيلك على ساقيك، نجم يكون تعدي للضرب، حتى ان التعدي الجسدي تولي حتى تولي جريمه. ما نعرفش كيفاش هذو، فما ناس متخصصين دي جوريس في القضاء ينجموا يحدوا في الاشياء هذه، نساء ورجال القضاء ينجموا يحدوا ويجاوبون على هذه المساله هذه. بالنسبه للمقدسات، شنو هو المحرم المطلق؟ شنو هو؟ وشكون يحدوا؟ المشرع؟ رجل الدين؟ المجتمع المدني؟ السيد اللي قام بالشكوى ضد المعرض من المجتمع المدني، المألوف المعمول به من عادات، مع الاحتمال انه انخلطوا ما بين الاخلاقي والديني، وهذا اللي نافع عدة مناسبات، وهذا الكل يتحدد حسب اي مقاييس. نتذكر تكفير الطالبي عندما تحدث عن سيدة عائشة، نتذكر تكفير يوسف الصديق، نتذكر التكفير أنفى يوسف،
وقت بورقيبه وقت بن علي. الممنوع كان ممنوع سياسي. اليوم الممنوع سياسي طبعا، لكنه مغطي في ثوب اخلاقي وديني. يظن اليوم الناس الكل تعرف اللي اصبحنا مهددين الكل في حرياتنا الفرديه، حريه المعتقد، حريه الراي، وحريه الابداع. والمطلوب، المطلوب اولا الالحاح على دستره الحقوق الوطنيه مع ادراج ضد اساسي هو لا لتجريم العمل الفني. ثانيا سن قوانين واضحه، واضحه كيف ما قانون الصحافه يحد ورينا يحد لنا الخطوط الحمراء اذا كان لازم خطوط حمراء للمبدعين. ما بيناتنا كان القانون ولا شيء غير الفن. وعندي طلب ثاني، حتى لو كان يظهر ساذج انا مش نقول عليه، نطالب الفنانين، نطالب الفنانين باصنافهم وانواعهم الكل ان نحاولوا ندافعوا على تونس، ان ندافع على تونس بالفن، لانه بلاد بلا جمال وبلا حريه وبلا حب. إذا كان شعرة من شعرات أي فنان تونسي تتمس منه هكا، نكونوا اليد في اليد. وشكرا.